خاصك باش تسمع لهم ديالهم وتعالجلهم مشاكلهم. بخصوص الدخول المدرسي، اولا هذا الموضوع على ديال الدخول المدرسي كنشوفو غير من باب المزايده. خروج مدرسه علاش؟ واش حنا اليوم راحنا مقبلين على العطله الاولى وكنتكلموا على الدخول المدرسي؟ راه ولا دابا حنا عندنا الخروج، راه كاينه العطله. الخروج هو اللي كاين دابا. هذا من جهه ثانيه غنتكلم على المؤسسات التعليميه الحكوميه ديال اللي كنعيشوا حنا في مدينه تباره، الوليدات ديالنا فين كيعيشوا. بالله عليك السيد الرئيس، بالله السيد الرئيس اللي ما عنده خليونا نهضروا صاحبي، خليونا نهضروا، الله يجازيكم بخير. واش بالله عليك السيد الرئيس، السيد ممثل المندوب، واش هاد الناس هادو مواطنين ديال مدينه تماره؟ حنا كنعرفوا الوضع الاجتماعي ديالهم بان وضع اجتماعي هش ضعيف، كلهم مساكن، الاغلبيه ديالهم قاطنين ديال دور الصافين. ولكن نهضروا بحرقه سعاده الرئيس. خلينا غير نتكلموا عليكم، الله يرضى عليكم، نتكلموا عليكم الله يرضى عليكم. راه كنبلغوا عاهمكم، حنا راه ما بغينا حتى حاجه، حنا راه كنتعلموا بلاصكم. اللي كنشوفوا وليداتكم كيمشيو للمؤسسات التعليميه ديال العموميه وما كيلقاوش فين يقراو، وما كيلقاوش المؤسسات في المستوى، ما كيلقاوش معلمين في المستوى، ما كيلقاوش نظام مهيكل في المستوى. اذا ملي كنجيو كندخلو كنلقاو مؤسسات تعليميه محيطه بهاد الوليدات مساكن اللي تعاطاو للمخدرات وتعاطاو يعني هادشي الاساس ديالو منين جاي؟ الاساس ديالو منين جاي؟ من الدور ديالنا حنا، الدور ديال رئيس المجلس، والدور ديال المجلس بصفه عامه ما تيقومش بالدور ديالو في الاحاطه علما بكل المشاكل وما ينبغي القيام به تجاه هؤلاء المؤسسات العموميه وتجاه الاطفال. حنا تشوفوا تلقوا الاسر مرهقه اليوم بتكاليف ديال التعليم، علاش؟ لان المؤسسه العموميه ما فيهاش المالات ديالهم، والوليدات ديالنا الى مشاو لمؤسسات عموميه غادي نجنيو عليهم بالتشرد وما غاديش يقراو، وكنخلصوا عليهم واجبات كثيره باش يقراو في المؤسسات الخصوصيه. علاش؟ من اجل حمايتهم فقط من المشاكل اللي كيعيشوها داخل المؤسسات العموميه، لان الوسط ديال المؤسسه العموميه وما يأسف له ماشي الضيف. ومن هنا كنحملك المسؤوليه بصفتك كرئيس شرطه اداريه انك تقوم بالدور ديالك مع جميع الجهات المسؤوله والمتدخله لتنقيه محيط المؤسسات التعليميه اللي كيعيش فيها وليداتنا. ومن هذا المنبر اعلن تضامني مع جميع السكان ديال مدينه تماره اللي قاطعين دور الصفيح من اجل الاستفاده المشروعه والحقه ديالهم في استفادة اللي هي وكذلك قبائل كيش لودايا اللي من هذا المنبر باننا حنا ساكنين باش نكونوا واضحين، لا انت ولا انا ولا انت نجينا لهذه الارض، هذه لقينا فيها لودايا ورحبوا بنا، وبالتالي خاصنا نكونوا مسؤولين دفاع الحقوق ديالهم. شكرا. واش ما يعطيش شي حاجه من جيبك؟ واش ما يعطيش شي حاجه من جيبك؟ وحنا نسينا الشرطيه ديالك. وعش الملك. والشرطيه نسينا الشرطيه. سمو لي نبدا نسينا على المدرسه. والشرطيه